حياكم الله مجددا في أهلا. في هذه الفقرة بناخذكم إلى إطلالة عامة ومهمة جدا على التنظيمات والتشريعات اللي حدثت في سوق العمل في المملكة العربية السعودية فيما يخص العلاقة التعاقدية اليوم بين العامل وصاحب العمل. كثير من التشريعات، من التنظيمات، من المواد، من القوانين اللي أحدثت نقلة نوعية وتاريخية ومهمة جدا في هذا المجال. وبهذا الخصوص نحيي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقيقة على كل الخطوات التي اتخذت في هذا الجانب. اليوم ماذا يجب على العامل أن يعرفه من التشريعات والتنظيمات؟ ماذا يجب على صاحب العمل أن يعرفه؟ كيف يمكن لهذه التشريعات والتنظيمات أن تقود المرحلة الحالية إلى كل المستهدفات التي نرجو أن نحققها؟ حديث مهم في هذا الموضوع مع المختصة في الموارد البشرية، ضيفتنا اليوم في أهلا الأستاذة شذى النفيسة اللي تشرفنا في استوديو أهلا. أستاذة شذى مساء الخير وشكرا لقبولك الدعوة. مساء الخير وحياكم الله وشكرا لكم. اليوم قبل ما ندخل إلى التفاصيل بنبرة أولية عامة، كيف تشوفين النقلة اللي حدثت في موضوع التشريعات والتنظيمات في هذا الخصوص؟ أنا أضم صوتي لصوتك طبعا. يعني اليوم من هالمنبر احنا نحيي وزارة الموارد البشرية على هالتغييرات والتسارعات اللي يعني خلت سوق العمل السعودي اليوم جاذب للجميع. جاذب لأنه استدامة عالية للموظفين اليوم، زائد المستثمر الأجنبي اليوم والموظفين اليوم اللي يطمحون. كلنا اليوم يتواصلون معنا كثير من أخواننا من برا المملكة العربية السعودية وأخواتنا يتمنون العمل عندنا في سوق العمل السعودي. ليش؟ لأن اليوم صارت أنظمتنا واضحة أكثر، منصفة أكثر بكثير. طيب بنظرة من الداخل اليوم وفقا لتخصصك، إيش أهم التنظيمات والتشريعات اللي أحدثت هذا التغيير الإيجابي؟ أقدر أقول لك أشياء كثيرة. يعني أنا لو برجع لك للسوق زمان، أنا بديت في السوق وما كان عندنا باب لتشغيل النساء في نظام العمل. اليوم إحنا عندنا باب لتشغيل النساء، عندنا تحسين للعلاقة التعاقدية مشكورة لوزارة الموارد البشرية، يعني غيرت فيه وأعلنت هذا التغيير بشكل مستمر أيضا. ويمكن نحتاج لها فقرة يعني على قولهم أوسع عشان نتكلم أكثر في تحسين العلاقة التعاقدية، ولكن خلينا نقول المهم فيها هو الأمان اللي أصبح للعامل اللي موجود عندنا في سوق العمل السعودي والعمل فيه. خلينا نقول أيضا مؤخرا العمل المرن اللي رفع قرار الوزاري فيه نسبة عدد الساعات إلى 160 ساعة، تساعد صاحب المنشأة وتساعد اليوم أيضا أصحاب الطالبين العمل أنهم يصير عندهم دخل آخر مسموح لهم. سمح للطلاب والطالبات أنهم يعملون اليوم عشان يمارسون عملهم بساعات معينة. جميل. طيب اليوم مع يعني بداية العمل بكل هذه التشريعات، أباخذ رأيك من جانبين، من جانب العامل ومن جانب صاحب العمل. إيش الواجب عليه الآن؟ كيف يستثمر هذه المرحلة؟ خلينا نأخذ العامل أول شيء. العامل اليوم أنا أحب دائما أنوه أنه في كثير ناس اليوم تدعي وجودها كمستشارين أو مختصين في سوق العمل. ما نسمع من الكل، خلونا نسمع من المختص عشان نعرف فعلا هل لي حقوق أو لي واجبات أنا اليوم أقدمها في العمل. أتأكد اليوم مشكورة وزارة الموارد البشرية في موقعها اليوم معلن نظام العمل واللائحة التنفيذية وكل أنماط الأعمال اليوم اللي مصاحبة لها. أيضا أنا أحتاج لتوعية، يعني يمكن نشوف اليوم عن طريق الغرف التجارية، عن طريق الوزارة نفسها تحط لنا الورش التوعوية من فترة لفترة. مؤخرا أيضا خلونا نشوف لائحة السلوك المهني اللي عممت على جميع المنشآت. لائحة السلوك المهني اليوم الوزارة مشكورة بعمل ورشات تعريفية فيها تقول لك اليوم إيش حقوقك وإيش المفروض اللي أنت تتحلى فيه مرأة كنت أو رجل في بيئة العمل. جميل. طيب بالنسبة لصاحب العمل اليوم، المؤسسات، المنشآت، الشركات بكل أنواعها الكبرى والمتوسطة والصغيرة، إيش الواجب تجاههم أو ما الذي يجب أن يعملوه الآن في هذه المرحلة لإنجاح فكرة كل التنظيمات والتشريعات القائمة؟
خلونا نستخدم النظام في صالح الجميع وليس ثغرات النظام اللي تناسب بعض الشركات. لنحافظ اليوم على بيئة عمل جاذبة تجعلنا اليوم نتصدر. يعني احنا اليوم عندنا دولتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي اليوم يعملون بشكل يعني كبير جدا، جهد عظيم جدا لتتصدر المملكة اليوم أرقام عالية. خلونا احنا في الشركات نعمل أيضا على ان احنا نكون جاذبين، نطلع بالشكل اليوم اللي يناسبنا في المملكة العربية السعودية لغيرنا. طيب من خلال قربك ومعرفتك من سوق العمل، خلينا نقول إيش أبرز الحالات اللي ما زال العامل يجهلها من حقوقه تجاه العمل كبيئة، كصاحب عمل، كمنشأة، واليوم تقولي له لا انتبه ترى 1، 2، 3 من حقك؟ طيب أول شيء يقرأ نظام العمل ويختلف كثير عن اللائحة التنظيمية للعمل، ليس جوهريا ولكن اللائحة التنفيذية هي مفسرة لنظام العمل، نقراها صح، ما فهمناها نسأل القانونيين المختصين، نقرأ أيضا في لائحة السلوك المهني اللي موجودة لنا، أحافظ على نفسي أنا كعامل اليوم. يعني أنا اليوم أهمل أنا كعامل في سوق العمل لي قوة شرائية، قوتي الشرائية اليوم بسمعتي، بمكانتي، بجهدي، بعملي. يعني أنا اليوم لما يتواصل معي أحد يتواصل معي لأنه لي سمعة معينة، سبقا عملت في شيء معين، في إنجاز معين، إذا معناتها نادوني على أثره. جميل. أو حتى المنشأة اللي أنا عملت فيها. وخليني أضيف حاجة إذا تتفقي معي فيها، أيضا يجب عليه أن يعرف حتى طرق تقديم الشكوى وأخذ الحق في حال أنه صار أي اعتداء مثلا في حقوق العامة. صحيح. لأنه اليوم الأنظمة كفلت لإعادة هذه الحقوق بشكل ممتاز جدا. صحيح. والوزارة اليوم عن طريق الوسائل اللي تتصل عليها بكل الوسائل اللي موجودة ومعلنة في الموقع عندهم، تقدر اليوم تسألهم الطريق الصحيح، إذا عن طريق المكاتب التسوية اللي ترفعها، واليوم خدمنا كثير موضوع عن بعد، ما عاد نقدر اليوم نحتاج. مشكورة جدا الوزارة، والمعلومة اللي نحتاج أن نعرفها هي اليوم أنها وسعت مكاتب التسوية على مستوى المملكة. يعني اليوم مثلا لو رفعت شكوى كعامل وأنت في الرياض ممكن تلقى مكتب التسوية في أبها يرد عليك. جميل. طيب أخيرا أستاذة شذا، وبنظرة أبعد، إلى أي مدى يؤثر أو تؤثر هذه التنظيمات بهذا الوضوح وبهذه القوة وبهذا النظام على فكرة المستثمر الأجنبي دخوله إلى السوق، توسع الاستثمار لدينا في السعودية؟ يؤثر بشكل كبير أكيد. يعني اليوم وجود المستثمر الأجنبي مع بعض التنظيمات الخاصة أيضا للمستثمر الأجنبي في موضوع اليوم أنه معفى على بعض أنظمة السعودة، معفى لبعض اليوم الوظائف القيادية وغيرها، هي مهمة جدا. لكن إضافة لذلك، واسمح لي أضيف هذه، هي استمرارية الشركات اليوم والقطاع الخاص عندنا في السوق. إذا ما قدرت اليوم أنك تتسارع مع الأنظمة وتمشي معها بالشكل الصحيح النظامي، راح تطلع من السوق. أنت يا الشركات الخاصة اليوم في سوق القطاع الخاص. إيه، أنه لازم تفهم النظام جيدا، ومو بس تفهمه، على حسب كلامك تعرف كيف تتعامل معه. أكيد، وتتعامل معه بالشكل الصحيح اليوم اللي يساعدك أن تكون بيئة العمل عندك جاذبة. اليوم نسمع الكثير اليوم يقول لك أطمح أن أخذ جائزة الهيلثي بليس تو ورك، يعني بيئة العمل الصحية اللي موجودة. بيئة العمل الصحية اليوم الكل يتمناها، لأنها تؤدي بعد ذلك إذا العامل يعمل عندك إلى ممكن تكون عنده أمراض مزمنة إذا كانت بيئة العمل عندك غير جاذبة. أستاذة شذا، شكرا جزيلا لك ولمجمل هذه الإضاءات. الله يحفظك. شكرا للأستاذة شذا النفيسة. مثل ما قلنا في المقدمة، نقول في الختام أنه التشريعات اللي عملت والتنظيمات اللي عملت في سوق العمل اليوم نقلتنا إلى مرحلة أكثر ازدهارا، أكثر إنتاجية، وأكثر جودة. والمعول أن تحقق كل هذه المستهدفات ونصل إلى مستقبل مزدهر جدا في هذا القطاع وفي غيره. بعد هذا الفاصل ألقاكم.